الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. اكون مع حضراتكم على مدار ساعتين، انا لما جبريل هنا بيروت من القاهره. الحداد في كل المدن العربيه، المصاب هو مصابنا جميعا، الشهداء هم شهداؤنا جميعا، المصابون هم اهلنا واخواننا. دمار بيروت هو دمار لقلوبنا يا ست الدنيا، دمار لم تشهده بيروت في تاريخها، دمار وصفت قوتي بالثالثة عالميا بعد هيروشيما وناجازاكي. هل هو إهمال أم إرهاب؟ هل هو قضاء وقدر أم يد خبيثة وراء انهيار بيروت؟ ولا أتحدث هنا عن الانفجار، ولكن ما وراء الانفجار؟ ما وراء الغضب؟ وما وراء عصف قلوبنا يا بيروت؟ كارثة هزت أرجاء لبنان بالأمس، انفجار وضع العديد من التساؤلات على الصعيد السياسي والاقتصادي، دمار لحق بلبنان، وبكل تأكيد كل دعم والمساندة ستقدم من مصر وأشقائها العرب حتى تخرج لبنان من محنتها في أقرب وقت. سقوط ضحايا وخسائر بالمليارات جراء الانفجار الذي تعرض له أحد أهم الركائز الاقتصادية وتوصف بأحد كيانات أو أهم كيانات الأمن القومي في أي دولة، مرفأ بيروت. هنكون مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة عن تداعيات الانفجار وما ينتظر لبنان. هيكون معانا في الفقرة الحوارية الأولى دكتور زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أما الفقرة الثانية هيكون ضيفنا الكاتب الصحفي أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. مرة أخرى هنا بيروت من القاهرة. خلونا نبدأ مشاهدينا الكرام أول أخبارنا قبل فتح هذه التغطية الخاصة حول ما وصلت إليه بيروت حتى الآن. النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، حيث شاهد أعمال التمهيد والتجهيز للمرحلة الأولى من مراحل التطوير وتجهيز المخططة لمنطقة المنتزه، والتي تستهدف إعادة تلك المنطقة لسابق عهدها كمنتزه سياحي وتاريخي عالمي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية بمنطقة المنتزه التاريخية بالإسكندرية، حيث شهد سيادته أعمال التمهيد والتجهيز للمرحلة الأولى من مراحل التطوير والتجهيز المخططة لمنطقة المنتزه، والتي تستهدف إعادة تلك المنطقة لسابق عهدها كمتنزه سياحي وتاريخي عالمي. التصور كان اتعرض واتعرض في مجلس الوزراء وتوافق عليه، تمام، فما بقاش غير الايه ان احنا نعمله يعني. حاضر، نعمله. بس هنبتدي نشتغل فيه ان شاء الله. انا نفسي ان انتوا خلال سنه تكونوا خلصتوا المشروع. ربنا يحفظكم ان شاء الله. حجم شغل كبير يا فندم، منتشر في اكتر من مكان يعني، ان شاء الله نحاول يعني نرتبه ان هو نشتغل على التوازي كل المواقع في بيت واحد ان شاء الله. بس انا عايز حاجه حلوه عاليه، انا عارف ان شاء الله باذن الله ناخد الاجراءات التنفيذيه على طول في البدء والتنسيق مع المكتب. قبل الشتاء لانه فرصه. حاضر. يا ريت ان احنا يعني في حاجات زي المنطقه ديت، انتوا قلتوا دي هنسيبها بس احنا ايه؟ طيب ما تخشوا ابداوا بايه؟ بالحاجات بيها. وبرده انتوا شغالين في كل حته. طيب حاضر. لا عشان نقول للناس في اسكندريه غير ان احنا عملنا لكم ان شاء الله هنبذل قصارى جهدنا ان احنا نخلص التوازي. طيب خلاص على التوازي مع كل المشاريع اللي شغاله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله توفيق ان شاء الله. الله يخليك.
اليوم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الشعب اللبناني الشقيق وتجهيز طائرتين بالمساعدات الطبية لإرسالها إلى بيروت بشكل عاجل. وكان رئيس السيسي قد أجرى اتصالا صباح اليوم برئيس اللبناني العماد ميشيل عون للتعزية في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات. كما أكد رئيس تضامن مصر حكومة وشعبا مع الأشقاء في لبنان والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان في محنتها. تفقد السفير الدكتور ياسر علوي اليوم المستشفى الميداني المصري في بيروت لمتابعة عمل المستشفى في استقبال الحالات المصابة وإسهامه في جهود إسعاف المصابين والمتضررين من حادث الانفجار الأليم الذي أصاب بيروت أمس. المستشفى الميداني المصري في بيروت جاهزا لتقديم كل المساعدة الممكنة، حيث استقبل بالفعل عدد من الحالات، كما أجريت الاتصالات لتعرف من الجانب اللبناني على احتياجاته حتى تسنى البحث في كيفية تقديمها. أعلن السفير أن مصر وفور تلقيها قائمة باحتياجات لبنان العاجلة للأزمة للإغاثة الطبية أو اللازمة للإغاثة الطبية ومعالجة ضحايا انفجار الأمس في بيروت. قررت إطلاق جسر جوي من القاهرة إلى بيروت ينقل الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة. معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ محمود أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ المشاهدين. معلومات حضرتك أستاذ محمود عن الجسر الجوي، عن ما قدمته مصر ومستعدة حتى لتقديمه في الفترة القادمة من احتياجات لازمة لبيروت في هذا التوقيت، ومتابعتك للموقف ككل. حقيقة تاريخ مصر مع لبنان بخصوص المساعدات في كافة الأزمات التي مرت بها لبنان يشهد عليه التاريخ. محطات الكهرباء التي شهدتها مصر للبنان والجسور الجوية التي امتدت عبر السنوات الماضية لنصرة لبنان ومحاولة مساعدتها في أزماتها، كل هذا يشهد به الواقع على الأرض في لبنان. مصر السيسي ربما تكون أكثر قوة وأطول يدا في مد المساعدات إلى لبنان، وها هو الجسر الجوي الذي أطلقته مصر والمستشفى الميداني الذي يستقبل المئات من المصابين، وعلاوة على كميات الأدوية التي أرسلت ومعدات الإغاثة الطبية. كل هذا جزء من الدور المصري الكبير ليس للبنان وحدها ولكن لكافة أشقائها العرب. ما قامت به مصر بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإغاثة اللبنانيين تتواكب مع حجم الكارثة التي تمر بها لبنان، والتي ربما هي الأكبر من نوعها سواء في حجم الانفجار أو في حجم الضحايا. وأتصور أن كل المساعدات متاحة وكل الإمكانيات المصرية متاحة لنصرة الشعب اللبناني والوقوف بجانبه في هذه الكارثة الأليمة التي ألمت به خلال اليومين الماضيين. خليني أسأل حضرتك، هل هناك دور شعبي مطلوب الآن في جسر جوي؟ ما هي يعني كيف يمكن الشعب حتى المصري، الإعلام المصري، يعني أن يكون سند حقيقي للبنان في هذا التوقيت؟ الحقيقة المحنة صعبة وكبيرة. بالتأكيد طبعا، يعني أنت تتحدثين عن ما يقرب من 150 قتيل وحوالي 5000 جريح، ناهيك عن المفقودين الذين ربما وبلا مأوى، بنتكلم عن أكثر من 300 شخص أو عيلة. يعني فالحقيقة يعني بيروت في كارثة. بالتأكيد طبعا بيروت، يعني ال 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 ما جرى في بيروت ربما يعني بكاء محافظ بيروت والمسؤولين هناك ربما يوضح حجم الكارثة. بيروت حقيقة يعني لولا أن تسرب جزء من عصف التفجير في البحر ربما كانت بيروت رمادا بسبب هذا التفجير. أنت تتحدث عن 2750 طن من نترات الأمونيوم، وهذا حقيقة أمر مروع. ربما وصفته بعض وسائل الإعلام في العالم هو التفجير الأكبر خارج النطاق العسكري، طبعا التفجير المدني الأكبر ربما الذي يشهده العالم خلال
السنوات الماضية. بالتأكيد طبعا كلنا يشاهد سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال القنوات المصرية ومن خلال الصحف المصرية حجم التضامن الشعبي وحجم الحرص المصري على تضميد ذراع اللبنانيين، وهذا بالحقيقة يعني ليس جديدا على مصر ولا على المصريين. وربما تشهد الفترات الأيام القليلة القادمة مبادرات شعبية على المستوى الشخصي، سواء من حيث التبرع بالأموال أو بالتبرع بالمواد الطبية أو حتى بالأغذية، لأن الحقيقة لبنان يواجه ربما كارثة على مستوى الإمداد الغذائي. أنت تحدثين عن مئات الأطنان التي أحرقت في انفجار بيروت، ولذلك هناك كارثة ربما ينتظرها اللبنانيين خلال أسبوعين أو ما يزيد قليلا بسبب نقص الأغذية، بسبب حريق حنجرات القمح ومستودعات تخزين المواد الغذائية. فأتصور أنه خلال الفترة القليلة الماضية لن يتوقف الدعم المصري للبنان على المستوى الرسمي فقط، وإنما سوف يمتد إلى المستوى الشعبي. وبالفعل هناك مبادرات، نحن نسمع عن رجال أعمال تبرعوا بربما مئات الآلاف أو ملايين الدولارات لإغاثة الشعب اللبناني وتقديم كل مستوى العون الذي يحتاجه بسبب تلك الكارثة السبب. شكرا لحضرتك أستاذ محمود الشناوي، الكاتب الصحفي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. ومن لبنان، أيضا عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة استثنائية لبحث تداعيات انفجار مرفأ بيروت، واتخذ المجلس مجموعة من القرارات أبرزها تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بالأمس لالتزام باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لإعادة إعمار بيروت وفتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة، ومطالبة الأجهزة الأمنية عدم العبث بمسرح الجريمة منعا ضياع معالمها، وتشكيل لجنة تحقيق إدارية تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة التي جاء بها مجلس أو بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها 5 أيام لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته، ومطالبة السلطة العسكرية العليا بفرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نترات الأمونيوم وحراستها منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لبنان الكاتب الصحفي أستاذ جورج العقوري. أستاذ جورج أهلا بك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة. هل ما أخذ من إجراءات كافية أو يساوي حجم الكارثة في بيروت؟ في حقيقة الأمر إن المشهد في بيروت في هذه الأثناء هو الإجراء المؤلم الذي يستدعي استقالة هذه الحكومة. إن مسرح الجريمة مظلم، لا يوجد فيه نور، ما يعني أن عمليات الإنقاذ معطلة ليلا، وهذا أمر كارثي لأن هناك العشرات من المفقودين ربما يكونون تحت الركام. هذه فضيحة بحق هذه الحكومة التي بكل أسف ليست مؤهلة لإدارة أزمة صغيرة كيف الحال في ظل كارثة بهذا الحجم اليوم. أستاذ جورج، تحدثت عن المفقودين، هل هناك أرقام جديدة بالنسبة لأعداد الضحايا المفقودين أو حتى المواطنين اللبنانيين الذين هم بلا مأوى جراء انفجار الأمس؟ بكل أسف لا وضوح في الأرقام، حتى مقاربة طرح الأرقام يعني غير واضحة، خصوصا ما يتعلق بالمفقودين وكيفية يعني تفتيش أهلهم عنهم. هذه مأساة إنسانية. هذه مأساة إنسانية، أن يناشد الأهالي إضاءة الساحة كي يتمكن الدفاع المدني والصليب الأحمر وما إلى ذلك من مجموعات تعنى بالإغاثة من القيام بمهامها. إنها بالفعل فضيحة كبرى تستدعي استقالة هذه الحكومة. كنت أسألك عن الغضب الشعبي، يعني تابعت الكثير من التقارير في قنوات لبنانية وغيرها، حقيقة أن الشارع غاضب بشكل كبير جدا، حتى تحدثوا عن المساعدات الميدانية أو المواطنين للمواطنين. كيف هي الأجواء في الشارع اللبنانية الآن تحديدا بيروت؟ طبعا
بطبيعة الحال هناك يعني في الأساس هناك غضب من أداء هذه السلطة، وكيف الحري في ظل المشهد المأساوي في بيروت. يعني على سبيل المثال مضى 24 ساعة على الكارثة، كان الحري بهم فجر اليوم صباح اليوم توجه مهندسون إما من نقابة مهندسين وإما من الجيش اللبناني على الأحياء من أجل تحديد فوري للمساكن المعرضة للانهيار من أجل طلب إخلائها. يعني هناك بطء أو هناك إهمال، لا أدري كيف لنا أن نوصف يعني كيفية مقاربة هذا الواقع. نتكلم عن حالة طوارئ لمدة أسبوعين في بيروت سيد جورج، ويتولى الجيش تسيير مهام العاصمة خلال حالة الطوارئ. هل تسلم الجيش بالفعل منطقة بيروت؟ كيف هو التعامل أو معالم تسليم الجيش بيروت في فرض أو في مدة حالة فرض حالة الطوارئ؟ يعني عمليا المسألة تتطلب ربما خلية طوارئ فعالة لا كالتي شكلوها هذا المساء مجلس الوزراء. يعني الكارثة وقعت أمس عند الساعة 6 مساء، كان من المنطقي وبديهي عند 9 أن يتم تشكيل خلية فورية لمواكبة الوضع. يعني الوقت يمر، هناك سوء إدارة للواقع الكارثي وكيفية مقاربة حوادث الكوارث. الجيش اللبناني مشكور على دوره وعلى مهامه، ولكن لا خلل أمني كبير يعني بما يتعلق بما جرى. الخلل في كيفية متابعة وضع الناس المشردين، في كيفية متابعة ملفات المفقودين والبحث عن المفقودين. بالنسبة للمشردين أو المواطنين بلا مأوى، كيف هي أوضاعهم الآن؟ هل ما زالوا في الشارع كده؟ هناك الكثير من يعني لا زال المجتمع اللبناني مجتمع متعاضد متعاطف فيما بينه. هناك الكثير ممن سارعوا إلى تقديم فنادقهم أو منازلهم أو مراكز إيواء للعائلات المشردة. يعني على هذا الصعيد هذه علامة مضيئة، علامة إنسانية، وهذا واجب كل لبناني أن يقف حد أخيه اللبناني الذي يعاني اليوم. دائما مثل هذه الأزمات أستاذ جورج تخرج أفضل ما في الناس. بشكرك شكرا جزيلا جورج العقوري الكاتب الصحفي، كان معنا عبر الهاتف من لبنان. خلوني أستعرض مع حضراتكم أبرز ردود الأفعال العربية والدولية حول انفجار مرفأ بيروت. الحقيقة النهاردة بيروت كانت عنوان أساسي تقريبا في معظم وسائل الإعلام العربية والدولية في كل أنحاء العالم. تفضل.
زي ما قلت لحضراتكم، الحقيقة أنه حادث انفجار مرفأ بيروت تصدر أغلفة كبرى الصحف العالمية، منها منعت ضحايا، أخرى طرحت الحقيقة تساؤلات عبر عناوينها الرئيسية حول أسباب الحادث. كان من ضمن هذه الصحف من الولايات المتحدة الأمريكية صحيفة واشنطن بوست، كتبت عنوان على غلاف عددها الجديد أمام حضراتكم الغلاف عن أعداد الضحايا نتيجة للانفجار وتفاصيل طبعا عن هذا الانفجار والضحايا و خليني أتحول مع حضراتكم. نيويورك تايمز كتبت عنوان هي الأخرى في صفحتها الأولى بيصف شدة الحادث واللي سببه من تناثر أشلاء الضحايا في كافة بيروت. أما صحيفة وول ستريت جورنال كتبت على غلاف عددها الجديد عنوان بيقول عشرات الضحايا ألاف الجرحى بسبب انفجار بيروت الهائل. دي الولايات المتحدة الأمريكية. أما بقى الصحف في بريطانيا، نتكلم عن الجارديان، نشرت صورة للانفجار على غلاف عددها مع عنوان بيقول بلد على الحافة تشهد انفجار يصعب على العقول تصديقه. وخصصت صحيفة اندبندنت البريطانية غلاف عددها بالكامل بصورة لأحد المصابين ومعها عنوان انكسار لبنان، وآخر بيقول عشرات الوفيات وألاف الجرحى في انفجار وصل مداه لجزيرة قبرص. تحول مع حضراتكم لسه في بريطانيا لصحيفة تايمز، الحقيقة وضعت صورة للانفجار على غلاف عددها أرفقته بشهادة لشخص انهار المبنى السكني اللي بيسكن فيه جراء الانفجار، وحديث بالكامل معه عن الأجواء في بيروت تلك الليلة. الصحف الإسبانية طبعا صحيفة الموندو الأشهر والأكثر شعبية كتبت على غلاف عددها عنوان بيقول كارثة في بيروت بسبب انفجار عملاق، وألحقته بصورة أيضا للانفجار زي ما حضراتكم شايفين. صحيفة ويست فرانس الفرنسية كتبت عنوان على غلاف عددها بيقول انفجار ضخم يحول بيروت لخراب. طبعا الحدث جلل كان متواجد في كل وسائل الإعلام حتى يعني حتى الآن، وطبعا كل الصحف العالمية نشرت تفاصيل هذا الحادث وما وراءه. خلونا نروح فاصل قصير مشاهدينا الكرام، أكون في انتظار حضراتكم. فاصل مخصص لجيش مصر الأبيض، كل تحية لهم، أكون في انتظار حضراتكم بعد هذا الفاصل لمواصلة هذه التغطية عن تداعيات ما بعد انفجار مرفأ بيروت. أهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نستكمل هذه التغطية الخاصة بلبنان، خلوني أخذ هذا الخبر المتعلق بالشأن المحلي. تم فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على ليسانس في الحقوق بأكاديمية الشرطة. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا على الهاتف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. سيد العميد أهلا بحضرتك. مساء الخير، تحياتي لحضرتك يا استاذ علامة والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. راي حضرتك ايه في هذا الامر؟ يعني بالفعل تم فتح باب القبول ولكن اخذ دفعات بشكل مستحدث من طلبه الحقوق للشرطه، راي حضرتك ايه؟ انا شايف الحقيقه ان وزاره الداخليه يعني ربما بتدخل مرحله جديده من مراحل تطوير الموارد البشريه الخاصه بها. يعني احنا قدام نوعية جديدة من الطلبة اللي هيلتحقوا بالأكاديمية، هيخضعوا لعامين دراسيين، هيتلقوا فيهم الحقيقة كافة العلوم الأمنية الحديثة والمتطورة. أولا سيكون الانتقاء على أعلى مستوى بالنسبة لهذه المجموعة. مسألة التركيز على المهارات العلمية من إتقان اللغات، من القدرة على تحصيل الدراسات العليا في درجات الماجستير والدكتوراه فيما بعد، جنبا إلى جنب مع دراسة العلوم الأمنية، ده الحقيقة بيجي استجابة لتطور العمل الأمني اللي بتطلع بيه وزارة الداخلية. وللأكاديمية الشرطة الحقيقة دخل فيه بأحدث وسائل وأحدث مناهج تعليمية على المستوى الدولي في إعداد رجل أمن على درجة عالية جدا من الكفاءة.
فكرة كمان سيد العميد انه الطلبة اللي هيخشوا من بعد تخرجهم او بليسانس الحقوق هيخشوا سنتين في الشرطة، لانه اعتقد انه هنا دراسة هتبقى مقتصرة على تدريبات شرطية، التدريبات البدنية، ولكن دراسة الحقوق هيكونوا انتهوا منها يعني. هي مش بس الدراسة او التدريبات البدنية، لا هي دراسة كل العلوم الامنية، عامين كاملين كل العلوم الأمنية حتى يتخرج طالب ضابط مؤهل لكافة المهام الأمنية، يتجاوب مع مستجدات العمل الأمني، يتجاوب أيضا مع وظائف نوعية داخل منظومة وزارة الداخلية اللي هي بدأت بالفعل وستتطور في المستقبل بعد تخرج هذه المجموعة الجديدة من الطلاب. لما بنتحدث عن أن التدريب العملياتي أو الدراسة العملياتية موجودة جنبا إلى جنب مع هذا التأهيل العلمي، زي ما قلنا إحنا كده قدام صناعة لرجال أمن على مستوى عالي ومستوى متقدم ومتطور، قادر أنه هو يقدم الخدمة الأمنية الطموحة لوزارة الداخلية في المستقبل إن شاء الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا سيد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. نعود مرة أخرى إلى الملف اللبناني، وتصدرت تفجيرات بيروت المشهد الإقليمي، وفي حين لا يزال تناول الحدث بالتحليل من جانب المراقبين في دائرة التخمينات، حيث لا يزال من المبكر القول إن هناك رواية متكاملة حول الحادث. سنتناول الوضع السياسي في هذا البلد المأزوم بنوع من التفصيل مع ضيفي الكريم، بينضم إلينا عبر لايف فيو دكتور زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل مشاهديك الكرام. خليني أبدأ مع حضرتك يا دكتور، الحقيقة أنه كثير من التفاصيل لم تخرج بعد، والكثير الحقيقة حتى من أساس اللبنانيين ينتقدوا مسألة أنه لم يخرج معلومات مؤكدة بشكل كامل حتى الآن عن ما حدث بالأمس. خليني أسأل حضرتك السؤال الأشهر، هل تتخيل أنه في نظرية مؤامرة فيما حدث بالأمس، ولا هو أم أنه فقط خطأ إجرائي في التخزين كما يقال حتى الآن، أو تكهنات يعني الأبرز حتى الآن؟ يعني هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، مفيش يعني نبأ واضح من الممكن أن احنا نجزم من خلاله إيه اللي حدث. كل اللي موجود هو عبارة عن مجموعة من الاحتمالات. لو كان على نظرية المؤامرة، لبنان بها الكثير من نظريات المؤامرة نظرا للصراع بين القوى السياسية الموجودة بداخلها وللضعف البنيوي لهيكل الدولة. في ذات الوقت مسألة هل هي أزمة تخزين أو أي شيء آخر، في النهاية زي ما قلت يعني إحنا في النهاية باحثين سياسيين بنتعامل مع معطيات موضوعية، مش بنتعامل مع إشاعات أو شائعات. فلسه بدري على إنه نوصل لده، يعني الوضع الحالي داخل لبنان هو محاولة إنقاذ الوضع الإنساني أكتر منها محاولة فهم سياسيا ما حدث. الأجهزة الأمنية والقضائية هل برأيك قادرة على التعامل مع التحقيقات في هذه الأزمة؟ احنا النهاردة مجلس الوزراء اللبناني خرج بأنه يجب أن تخرج نتائج التحقيقات في مدة أقصى 5 أيام. إلى أي مدى هناك قدرة من هذه الأجهزة في لبنان الخروج بدون تدخل كمان دولي، لأنه في أصوات في لبنان تنادي على عدم تدخل أي أجهزة دولية، على الرغم طبعا من أنه فرنسا تقوم ببعض التحقيقات نظرا لضحايا الفرنسيين الذين راح، ولكن الأجهزة بقى الأمنية والقضائية هل قادرة على التعامل برأيك يا دكتور؟ أنا في اعتقادي أنه لا، يعني هناك نوع من أنواع الضعف أو غياب المهنية عن الأداء للأجهزة الأمنية في الداخل اللبناني، وفي نفس الوقت أعتقد أيضا أنه مهلة ال5 أيام دي هتكون أقل مما هو مطلوب، وبالتالي لبنان سوف تلجأ إلى المساعدة سواء الإقليمية أو الدولية من دول أو من منظمات. ولكن لو بنتكلم فقط عن أداء الأجهزة الأمنية اللبنانية، لا هي في الحقيقة مش هتكون قادرة على الوصول لإجابة وافية في خلال 5 أيام.
دكتور الحقيقة يعني سؤال أيضا ملح جدا، كيف تفسر غياب معلومة حقيقية حتى الآن عن ما حدث بالأمس في مرفأ بيروت؟ والله أفسر ذلك بضعف الدولة، أفسر ذلك بغياب حكومة مركزية متحكمة في الوضع ككل، أفسر ذلك بغياب يعني بعدم وجود بنسميها كده في العلوم السياسية مونوبولي اوف فورس أو احتكار العنف من قبل جهة واحدة فقط، وهي من المفترض أنها تكون الجيش اللبناني، ولكن هناك قوى أخرى لديها سلاح وتتدخل في الوضع. إذن المسألة كلها أنه إحنا بنتكلم في طريقة إدارة دولة. كل اللي إحنا بنشوفه ده في الحقيقة هو نوع من أنواع سوء الإدارة. الشعب اللبناني مدرك جيدا لهذه الإدارة وطالما اعترض عليها خلال السنتين أو الثلاثة اللي فاتوا. بما أن حضرتك تكلمت عن الإدارة والشعب وغضب الشعب اللبناني، هل تتوقع استقالات في الحكومة اللبنانية بسبب ضغط شعبي؟ لأن احنا تابعنا تقارير النهاردة كلها من الشارع اللبناني، في غضب يمكن هو الأشد في 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 آخر فترة أو في تاريخ الحديث اللبناني. يعني أعتقد أنه ليس يعني الغضب اللي في الشارع موجود من قبل كده، من قبل التفجير، ولكن القضية كلها أنه طبعا يعني وصل إلى الحد الأقصى إليه في الفترة الحالية، ويمكن الحكومة ملهاش رصيد كبير في الشارع اللبناني اللي هو مؤثر وفاعل وعنده حالة من الحشد يعني أو من التعبئة. بس التخلي عن المسؤولية في اللحظة الحرجة دي هيبقى سقطة كبيرة قوي لأي ساسة في لبنان، وبالتالي أنا أستبعد مسألة استقالة الحكومة، خاصة خلال الأسبوع الأول ده لغاية على الأقل ما يطلع تصريح رسمي وتتوصل الحكومة اللبنانية أو السلطات اللبنانية إلى رؤية إيه اللي حصل وإيه سببه. هي مسؤولية من يا دكتور؟ يعني الحريري النهاردة في بعض التصريحات أشار إلى أنها طبعا دولة الرئيس الحريري إلى أنها مسؤولية الحكومة الحالية. منذ 2014 ومن الواضح أنه المرفأ به هذه المواد وشكل من أشكال فساد حتى دخلت هذه المواد ولم يتم أخذ أي إجراءات احترازية، هل هي مسؤولية الحكومة الحالية أم الحكومات المتتالية منذ 2014، وكيف يكون هنا الحساب؟ حتى ولو كانت مسؤوليات حكومات سابقة، فالحكومة الحالية هي من لديها السلطة، هي مسؤولية من في يده السلطة. من في يده السلطة هي الحكومة الحالية، والحكومة الحالية في الحقيقة يعني مستهلكة في 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 صراعات شخصية بقالها يمكن حوالي سنة وشوية، ولا تقوم بدورها الأمني الكافي، وده نظرا لضعفها الهيكلي والضعف المؤسسات الأمنية اللي موجودة في الدولة اللبنانية. فبالتالي المسؤولية بالطبع تقع في الأول والأخير على الحكومة الحالية كونها صاحبة السلطة وصاحبة القرار في الوقت الحالي. يعني الكل على علم بالوضع السياسي اللبناني وصعوبته وكيف جاءت هذه الحكومة بعد فترة والمناورات التي حدثت، دور الحريري. تصريح عايزة أقف عنده تاني يا دكتور لو تسمح لي، ألقى بمسؤولية هذا الانفجار على العهد الحاكم حاليا في لبنان، هل من رسائل خلال هذا التصريح للحريري برأيك؟ شوفي، ما هو بالطبع يعني لما تحصل كارثة على المستويان الاقتصادي والإنساني قبل الاقتصادي والسياسي كمان، مما لا شك فيه دي هتبقى فرصة للأطراف المتصارعة سياسيا داخل لبنان إن هي تاخد رصيد أو تكسب رصيد عند الناس. وبالتالي سعد الحريري اللي بيعمله هو في الحقيقة محاولة إن هو ينفض عن كاهله المسؤولية ويحملها على عاتق الحكومة، وهي مسؤولة بالفعل عنها، ولكن أنا قصدي أنه نظرا لخلاف الكيانات في الداخل السياسي اللبناني هيحصل حالة من الاتهامات للأطراف المختلفة من قبل بعضهم البعض. طيب دكتور لو تتفضل بالبقاء معي عبر سكايب من بيروت الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد. سي سركيس أهلا بحضرتك معنا من القاهرة. خليني أسأل حضرتك كيف هي الأوضاع مبدئيا بما حضرتك تحدثنا من بيروت قبل يعني أن أتوغل في بقية أسئلتي، كيف هي الأوضاع آخر الأوضاع أيضا سيد سركيس كيف هي؟
يعني واضح بأن هناك يعني أزمة إنسانية كبيرة، هناك مأساة كبيرة وقعت في لبنان، خاصة بعد أزمة اقتصادية وسياسية وكورونا وغيرها من المسائل. لذلك هذا الانفجار الضخم أدى إلى خسائر كبيرة بالأرواح وبالممتلكات. فعلا بيروت مدينة منكوبة، ولكن هناك يعني ما زالت تحت الصدمة الإنسانية. هناك عدد كبير من المفقودين يتم التفتيش عنهم، هناك عدد كبير من الجرحى، هناك أزمة داخل المستشفيات، هناك نقص أكيد في الأدوية وفي غيرها من المسائل. ولكن بدأت بعض المساعدات تصل بالإضافة إلى مستشفيات ميدانية. ونلاحظ بأن كان هناك نوع من التضامن الشعبي اللبناني والمبادرات الشعبية التي ساعدت على تجاوز هذه الأزمة. لذلك الآن لبنان ينتظر وعد الحكومة بأنها ستجري تحقيق خلال أيام معدودة لمعرفة الأسباب الفعلية للانفجار وتداعياته، بالإضافة إلى تحديد مسؤولية من هو المسؤول عن وجود هذه المتفجرات الموجودة داخل مرفأ بيروت. ووعدت بأن يكون هناك عقاب وإجراءات صارمة ومتشددة. طبعا هذه مسألة أساسية. من خلال متابعتي اليوم سيد سركيس يعني للأوضاع في بيروت ولبنان، هناك سؤال هام. يعني طبعا مرفأ بيروت هو أهم أو أهم ثاني كيان بعد المطار في 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 لبنان، لماذا هذه المواد أصلا موجودة في مرفأ بيروت؟ هل هناك إجابات لهذا السؤال؟ لا يعني هذا ما سيقوم به التحقيق لتحديد الأسباب. واضح بأن هذه يعني المتفجرات موجودة منذ فترة طويلة، أعتقد حوالي بال2014 نعم تمت مصادرتها ووجودها. طبعا هناك نوع من الفساد، نوع من الإهمال، نوع من المسؤولية الإدارية التي تتحملها إدارة المرفأ، بالإضافة إلى القضاة والمعنيين بالإشراف على هذه البضائع. لذلك طبعا هناك فساد موجود. ولكن السؤال التقني المطلوب الآن تفسيره، هل هذه المتفجرات هي العامل الوحيد الذي أدى إلى هذا الانفجار الذي وصف بأنه نوع من زلزال أو يعني قريب إلى قنبلة نووية بسبب الفعل والتأثير، أم هناك أسباب أخرى؟ وكيف تمت عملية التفجير؟ لأنه يتطلب ذلك حرارة مرتفعة جدا. هل هناك عوامل أخرى، أو هل هناك يعني أيادي تخريبية معينة عملت على هذا الموضوع؟ أعتقد بأن التحقيق خلال أيام معدودة سيجيب على هذه الأسئلة. طب دكتور زياد من القاهرة، أرجع لحضرتك، لو نتكلم عن التحقيقات كان في البداية أو لسه ما زالت هناك أصوات تخص رفض دخول أطراف دولية في التحقيقات، ولكن باريس بالفعل فتح التحقيق نظرا لأنه في 21 فرنسي راحوا في هذه وفي هذا الحادث. هل هنا لبنان ملزمة بمشاركة نتائج التحقيقات، وماذا إذا جاءت مغايرة لنتائج تحقيقات فرنسا برأيك؟ وفقا لقواعد القانون الدولي، طالما فلبنان ملزمة بمشاركة حكومات هذه الضحايا في التحقيقات. ده غير انه بعيدا عن رد الفعل الآني اللي بنشهده حاليا، انا اكاد اكون متأكد ان لبنان هتلجأ لعدد من الدول خاصة فرنسا والأمم المتحدة للمشاركة في التحقيقات، نظرا لأنه يعني الحكومة اللبنانية ليست رافضة لفكرة المساعدة، هو ليس تدخل أجنبيا ولكن هي في الحقيقة مساعدة من الخارج. ولبنان ليس لها سياسة خارجية تتسم بالعداء تجاه الدول الأوروبية أو المنظمات الدولية. سيد سركيس، يعني هناك تخوف شعبي من أن تكون هناك ما يشبه الموائمات السياسية في نتائج التحقيقات، هل هذا دقيق؟ عفوا لم أسمع. كنت أسألك أن يعني هناك بعض الأصوات التي تنادي ببعض المخاوف، مخاوف شعبية من أن تكون هناك بعض الموائمات السياسية في نتائج التحقيقات، هل هذا دقيق؟ يعني دائما في لبنان هناك خلافات حول كل هذه المسائل. طبعا بعض وجهات النظر او بعض القوى السياسيه طلبت ب
تحقيق دولي او تحقيق عربي، البعض يريد ان يشكك او كذا. بالطبع لان التحقيق سيطال اشخاص ومسؤولين ووزراء موجودين ما زالوا على قيد الحياه وهم فاعلون بالحياه السياسيه، لذلك هناك تباينات. لان للاسف بأن هذه المأساة لها يعني هناك بعد إنساني، مطلوب أن يكون هناك تضامن لبناني لمعازة هذا الجانب، ولكن للأسف بأن بعض القوى السياسية تسعى إلى تصفية الحسابات السياسية أو إلى تسييس هذه المأساة من أجل مآرب وأغراض شخصية، بينما لمواجهة هذا الوضع مطلوب أن يكون هناك تضامن لبناني على المستوى الشعبي وعلى المستوى السياسي لمواجهة هذه الأزمة التي ربما يكون لها مضاعفات وانعكاسات في الأيام المقبلة. لذلك مطلوب أن يكون هناك حكماء بالوسط السياسي من أجل توحيد الموقف اللبناني لمواجهة هذا الاستحقاق. ماذا عن الأصوات باستقالة الحكومة الحالية سيد سركيس؟ طبعا هناك أصوات قبل هذه الحادثة كانت لا تطالب باستقالة الحكومة، ولكن الحكومة السابقة كانت هي حكومة وحدة وطنية ولم توفق ولم تستطيع أن تستمر بسبب الخلافات الموجودة. والآن حتى إذا استقالت هذه الحكومة لا يوجد ظروف مؤاتية من أجل التوافق حول البديل. طبعا هناك محاولات للضغط، يعني بعض الأشخاص، هناك نواب استقالوا من النيابة، ربما سنشهد في الأيام المقبلة بعض الكتل ربما تستقيل من المجلس النيابي كمحاولة للضغط والمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية أو استقالة الحكومة أو غيرها. هذا جزء من الخلافات والصراعات الداخلية اللبنانية. بصراحة أنا أعتبر بأن المرحلة الأولى يجب أن تكون هو توحيد كل الجهود من أجل معالجة المأساة ومعالجة الأضرار ومعالجة كل هذه الأمور ذات الطابع الإنساني، لأن عدد كبير من الضحايا ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بالطوائف ولا بالخلافات الموجودة. ولكن فيما بعد مطلوب أن يكون هناك تحقيق شفاف لمعرفة الأسباب، وأن يكون هناك محاسبة، وأن يكون هناك ربما يعني أمور سياسية يتم الخلاف أو التوافق عليها، ولكن الآن يجب أن تكون كل الجهود مصبوبة من أجل معالجة هذه المأساة الإنسانية. دكتور زياد، سيد سركيس تحدث عن ربما الضغوطات الشعبية وبعض الكتل السياسية لاستقالة الحكومة أو حتى رئيس اللبناني، هل برأيك ستكون أيضا هناك ضغوطات دولية، خاصة وأن هناك زيارة استثنائية للرئيس الفرنسي غدا لبيروت؟ أعتقد بالطبع، كل التحية لضيفك الكريم، ولكن أعتقد طبعا بالطبع أنه هيكون في ضغوط دولية. لبنان بلد في عديد من الدول لها مصالح في الداخل اللبناني وعلى رأسها فرنسا، وبالتالي لا أعتقد أنه لبنان ستلجأ إلى التفرد بمسألة التحقيق فيما حدث، بل بالعكس هتكون مرحبة بفكرة المساعدة. ولكن احنا لسه بنتكلم في اقل حوالي من يعني 48 ساعة من المشهد، يعني او حتى 24 ساعة من الحدث. ولكن في النهاية سوف تضغط عدد من الدول ومنظمات مثل جامعة الدول العربية، مثل الاتحاد الأوروبي، مثل الأمم المتحدة، لكي تضمن شفافية التحقيقات وجديتها في هذه المسألة. أصلا هذه الزيارة في هذا التوقيت كيف تراها؟ ما الذي يحمل ماكرون في هذه الزيارة؟ البعض شبهها بتحرك رئيس السابق جاك شيراك للبنان. أنا بشوف أن المقارنة ما بين شيراك وماكرون لا تستقيم، يعني ده حاجة وده حاجة تانية. شيراك كان يمكن محافظ أكتر من إيمانويل ماكرون، ولكن هذه الزيارة تعني بمنتهى البساطة اهتمام فرنسي شديد بالشأن اللبناني، وخوف من تصدع الشرعية السياسية الهشة المتواجدة بلبنان حاليا، وبالتالي ده يؤدي إلى نوع من أنواع الصراع أو الاحتدام العسكري داخل لبنان. ده مرفوض من قبل فرنسا ومن قبل أي دولة في الحقيقة ليها مصلحة في لبنان، ومن قبل أي دولة في العالم العربي كمان.
فهذه الزيارة هي نوع من أنواع الحد من خطورة الموقف الحالي، ونوع من أنواع التدخل للفرنسي لوقف أي تصعيد بين القوى السياسية في الداخل اللبناني. سيد ساركيس، نفس النقطة، زيارة ماكرون في هذا التوقيت، ما الذي يحمله؟ هل تغييرات جذرية في المشهد السياسي اللبناني، أم هي زيارة خالصة للدعم في هذا التوقيت؟ سيد ساركيس، هل تسمعني؟ طيب، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا. السيد ساركيس أبو زيد، المحلل السياسي، كان معنا من بيروت عبر سكايب. دكتور زياد، خليني أسأل حضرتك أيضا، حادث اغتيال الرئيس الحريري، هل يمكن أن نرى نفس التداعيات الآن بعد حادث مرفأ بيروت؟ مش بالضرورة، يعني الوضع السياسي مش نفسه ده من ناحية. الناحية التانية انه احنا كنا بنتكلم عن كاريزما سياسية اسمها رفيق الحريري الله يرحمه بقى، من اول اتفاقية الطائف يعني. لا، احنا هنا ازاء حادث الى الان مجهول المصدر، مجهول الهوية، لسنا نعلم من المسؤول عن تنفيذه، ومن هو وراءه، ومن هو وما الذي أجج لذلك. أنا قصدي أن المسألة ما هياش سياسية بقدر اغتيال رفيق الحريري، ولكن هل يكون لها عواقب؟ بالطبع هيكون لها عواقب، ولكنها ليست العواقب اللي تخلق فراغ سياسي زي ما اغتيال رفيق الحريري عمل. طب خليني أسألك عن، هل بات لبنان يسدد فاتورة فائض صراعات المحاور الإقليمية، ولا ده برضو له علاقة بشأن السياسي وإحنا ما زلنا نبعد عن أي محاور سياسية في هذا الحدث؟ والله مش بات، هل بات لبنان يسدد فواتير إقليمية؟ لبنان بيسدد فواتير إقليمية من السبعينات في الحقيقة يعني، ولا زالت لبنان مستمرة في يعني أداء هذا الدور، يعني زي ما نزار قباني قال: وحملناك آية بيروت معاصينا. العالم العربي في الحقيقة، لبنان مسرح لعدد من الصراعات فيه، بل بالعكس مسرح كمان عدد من الصراعات في المتوسط. وبالتالي لبنان عاده ما تشهد زي ما بنقول بروكسي وورز، او يعني حروب عن بعد على اراضيها ليس اللبنانيون هم المسؤولون عنها. خليني اسالك، توقعاتك ايه للسيناريوهات في المرحله القادمه؟ يعني هل تتعلق بمشهد سياسي؟ هل تتعلق بتدخلات دوليه بشكل اكبر في لبنان في هذا التوقيت؟ ايه اللي هيحصل بعد كده يا دكتور؟ يعني طبعا الله اعلم، ولكن المعطيات والمنطق يقولوا انه اللي هيحصل انه احنا بس هنعدي الخضه بتاعه التفجير والوضع الانساني غير المستقر اللي موجود حاليا، ونبتدي ان احنا نتكلم في خطوات اعاده الاعمار وخطوات اصلاح ما تم تدميره. وفي نفس الوقت انا في اعتقادي ان الشارع اللبناني هيكون رافض تماما لهذه الحكومه، وهيكون في مجرد ما تظهر نتائج هذا التحقيق هيكون في تحرك او حراك من الشارع اللبناني رفضا لمجموعه الساسه المتواجدين حاليا في المشهد. هل ما زال لواشنطن اي طموح في الداخل اللبناني؟ يعني هل هي فرصه اكبر لبعض الاقطاب الدوليه للدخول مره اخرى على المسرح او الساحه اللبنانيه، ام ان يعني لو نتحدث عن واشنطن بشكل خاص يعني اصبح لها طموح اخر في الداخل الامريكي اصلا بعيدا عن اي دوله؟ والله يعني لو بصينا بشكل عام على السياسة الخارجية الأمريكية ككل في الشهرين ثلاثة الأخار، هنلاقي إن هي في تراجع في دورها في عدد من الملفات الإقليمية، مش بس في العالم العربي، حتى لو بنتكلم عن ملف زي ملف المكسيك مثلا اللي هو ذو شأن هام في السياسة الخارجية الأمريكية، في حالة من التراجع، وده نظرا للتنافس اللي موجود وللانتخابات ولحالة الركود اللي سببها فيروس كورونا.
فبالتالي ما افتكرش ان الولايات المتحده بتدور على دور جديد ليها في الداخل اللبناني، ولكنه هيكون مشهد دولي بما انها تدخل فيه قوة دولية، مما لا شك فيه هتكون الولايات المتحدة لها يد أو متواجدة، ولكنها لن تكون فاعلة أو ليس لديها رؤية محددة للتحرك في الشأن اللبناني. الحقيقة منذ وقوع هذا الحادث وبنتابع مساعدات تقدم حقيقية لدعم الاقتصاد اللبناني المنهار في هذا التوقيت، برأيك دكتور هل ترتبط هذه المساعدات بكسر عزلة لبنان أم فقط بالحادث الحالي؟ لا، في اعتقادي ان هي ترتبط بالحادث الحالي، يعني زي ما قلت لبنان سياستها الخارجيه لا تعادي اي من الدول، بل بالعكس علاقاتها السياسيه والدبلوماسيه جيده مع اغلب الدول الغربيه، وفي نفس الوقت على المستوى الانساني الحادث مروع، وبالتالي المساعدات شيء متوقع ومن الممكن او من السهل يعني تخيل حدوثه، ولكن القضية كلها أنه الشأن اللبناني بعد هذا الحادث هيتحدد مساره بشكل كبير دوليا وفقا لنتائج التحقيقات ووفقا لمدى شفافيتها. مسار الحكومة، مسار الدولة، يعني ما المسار الذي تقصده دكتور؟ أقصد أن أولا موقف الشعب من الدولة، القدرة الاقتصادية للدولة أو للحكومة على تضميد هذه الجراح وإعادة إعمار ما تم هدمه من جراء هذا الانفجار، مسار تحديد مسؤولية من يقف وراء هذا التفجير وما الخطأ الذي وقع، كل دي حاجات سوف تحدد في المرحلة المقبلة بعد التحقيق. الأطياف السياسية في لبنان الحقيقة لها صوت ولها دور بعيدا يعني عن اي شيء ومختلف، المشهد السياسي اللبناني دائما ما مختلف كثيرا عن اي مشاهد عربيه ثانيه. كيف ستتعامل الاطياف السياسيه برايك في لبنان مع هذه الكارثه؟ هل هي فرصه لاي تحرك؟ انا طبعا متفق مع حضرتك، المشهد السياسي الداخلي في لبنان ثري جدا، وهناك قوى فاعلة ولها تأثير ولها جمهور ولها داعمين، يمكن الكام يوم اللي جايين دول هيبقى فيه شوية تحفظ فيما يتعلق تصريحات والمواقف السياسية نظرا لأهمية أو أولوية الدعم الإنساني في الفترة الحالية، ولكن حالة من الدخول في اشتباك بالتصريحات السياسية دكتور. هل أنت معي؟ طيب فقدنا من الواضح أو هناك مشكلة في الاتصال مع دكتور زياد عقل. خلونا نروح نتابع هذا التقرير عن أبرز الخسائر الاقتصادية اللي خلفها انفجار مرفأ بيروت. بدت العاصمة اللبنانية منكوبة بعد الانفجار الذي اعتقد كثيرون للوهلة الأولى أنه ناجم عن زلزال، قبل أن يبدأ الدخان المتصاعد من مرفأ بيروت برسم سيناريوهات لروايات عدة لم يحسم أي منها حتى الآن، لتبقى الحقيقة الوحيدة أن مئات القتلى والجرحى سقطوا والوضع الاقتصادي بات أكثر صعوبة وسط معادلات حسابية يستحيل حلها في الوقت الراهن. بالتأكيد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان ستلقي بظلالها، خصوصا وأن هذا الانفجار سيزيد من حجم الأزمة التي يعيشها هذا البلد الموعود بالمصائب. حتى الآن تسبب الانفجار تشريد ما بين 250 ألف إلى 300 ألف شخص باتوا من غير منازل بعد أن أمست بيوتهم غير صالحة للسكن، كما أن نحو نصف بيروت تضررت أو دمرت لتصبح في وضع كارثي لم تشهده في تاريخها، وقدرت الحصيلة الأولية لمقدار الخسائر جراء هذا الانفجار لتتراوح ما بين 3 و5 مليارات دولار. فلميناء بيروت أهمية استراتيجية كبرى، إذ كان يستقبل قرابة 70% من حركة التبادل التجاري بين لبنان ودول العالم.
فيما قال وزير الاقتصاد اللبناني رؤول نعمة إن لدى البلاد احتياطات كافية من الحبوب لمدة أقل من شهر بعد أن دمر الانفجار صومعة الحبوب الرئيسية التي كانت تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 120 ألف طن، وإن لبنان بحاجة إلى مخزونات كافية لتدوم على الأقل 3 أشهر لضمان أمنها الغذائي. العديد من الخبراء المتابعين للأزمة اللبنانية أكدوا أن الأمل في حل أزمة لبنان الاقتصادية المتفاقمة تبخر بعد الانفجار الضخم، ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود تتسم بتراجع غير مسبوق لقيمة عملته أدى إلى إغراق نصف الشعب اللبناني في الفقر. خلونا نواصل هذا الحديث. نستقبل عبر سكايب من مدينة زحلة اللبنانية الكاتبة الصحفية أستاذة محاسن مرسلة المتخصصة بالشأن الاقتصادي. أستاذة محاسن أهلا بحضرتك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة. يعني نتحدث عن خسائر وصفت بالمليارات من محافظة بيروت، الحقيقة لم تحدد، ولكن هذه لو بنتكلم الخسائر المباشرة ما زال هناك يعني أرقام غير معلنة عن الخسائر غير المباشرة من تداعيات هذا التفجير، ما رأيك في ذلك؟ نعم مساء الخير. يعني بطبيعة الأحوال كما تعلمي اليوم المدينة تلملم شهدائها وأيضا تلملم وتداوي جرحاها، يعني وطبعا هنالك مفقودين، لذلك كل كلام اليوم عن خسائر اقتصادية هو نتيجة تقديرات أولية ومسح أولي. وطبعا كلام المحافظ اليوم هو لا يتكلم عن خسائر اقتصادية، هو يتكلم عن كلفة الإعمار لمدينة بيروت. كما تعلم بيروت المدينة مدمرة، بعض الأحياء مدمرة بشكل كامل، هنالك أحياء مدمرة بشكل جزئي، وهنالك أحياء أخرى مدمرة يعني طالها الضرر. لذلك نحن نتكلم عن كم هائل من الحاجة للبناء. لذلك كتقديرات أولية هو قال يعني أول النهار قال بين 3 إلى 5 مليار، من ثم عند المساء قال 15 مليار دولار. ولكن يعني في حديث مع بعض المهندسين والنقابيين ويعني أهل الشأن في موضوع الإعمار، قالوا بأن مدينة التكلفة في مدينة بيروت هي بالحد الأدنى 20 مليار دولار وما فوق، هذا بالحد الأدنى نظرا إلى الدمار الهائل الذي أصاب المدينة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى مرفأ بيروت هو الشريان الحيوي يعني ومعلم أساسي والرابط الأساسي لمدينة بيروت مع مرافق العالم، سيما أن يعني 70% من الحركة التجارية تتم عبر مرفأ بيروت، عنيت بها يعني حركة الاستيراد والتصدير. للأسف هو أيضا مدمر يعني بشكل كامل، ما يعني أن الخسائر الاقتصادية لن تظهر إلى العلن قبل أسبوعين من اليوم. أستاذة محسن، هناك أيضا لبنان أعتقد مقبلة على أزمة تموين بعد هذا التفجير الذي ضرب بعض مخازن القمح الأكبر في بيروت. نعم. هل هناك أي خطط من الحكومة يعني أعلنت برأيك كيف؟ هنالك إهراءات، يعني عدد صوامع القمح في لبنان يبلغ 124 صومعة. للأسف الصوامع أو إهراءات القمح هي لا توجد إلا في مرفأ بيروت، لم يبقى من هذه الإهراءات، يعني هنالك من قال 6، هنالك من قال 8، وأيضا يعني أصابهم التصدع. لذلك اليوم وكل يعني كل المخزون بالأساس لم يعد صالح للاستعمال. قال اليوم يعني أحد الوزراء قال بأن هنالك يعني ولحسن الحظ هنالك 4 بواخر من القمح لم تفرغ حمولتها في إهراءات القمح في مرفأ بيروت بسبب أنها لم تحصل على أموالها، ما يعني بأننا بالإمكان أن لا ندخل في أزمة، سيما وأن يعني الكثير من الدول أعلنت دعمها للبنان وسترسل مساعدات إنسانية. لكن الأصعب من ذلك هنالك الشق المتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاك
الفلكية. يعني دور مرفأ بيروت اليوم لا يقتصر فقط على استيراد والتصدير، يعني هو لديه قدرة استيعابية كبيرة وقدرة على التخزين، والكثير من التجار وأصحاب الشركات وأسطول سيارات بالكامل احترق. يعني أتكلم عن عشرات الآلاف من السيارات يتم تخزينها في مرفأ بيروت. للأسف إلى اليوم غير معلوم عن هذا الأمر، بقي البعض من البضائع يعني. وطبعا كما تعلم اليوم يعني هنالك إقفال تام في المرفأ، ممنوع الدخول إلى مسرح الجريمة. ما حصل هو جريمة دولية كبيرة. أستاذ محسن، الوضع اللبناني الاقتصادي كان منهار، وهناك كانت مفاوضات صعبة لو يمكن أن نصفها كذلك مع صندوق النقد الدولي، هل أصبحت هذه المهمة مستحيلة؟ بالأساس يعني بالأساس علقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسبب يعني الأسباب الظاهرة، هي الخلاف على أرقام تقديرات الخسائر المالية ما بين الحكومة والمصارف وما بين جمعية المصارف، وكما تعلمي جمعية المصارف هي أحد أبرز الدائنين للدولة اللبنانية، وأيضا هنالك يعني اختلاف على توزيع الأرباح. قال صندوق النقد بأنكم وحدوا الخسائر، وحدوا أرقام الخسائر ومن ثم نعود إلى التفاوض، ولكن القصة أبعد من ذلك. هنالك إصلاحات لم تقم بها الدولة اللبنانية، وإن قامت بها قامت بها بشكل خجول، خاصة الأمر فيما يتعلق بموضوع تعيينات مجلس إدارة كهرباء لبنان. اليوم الأمر أصبح أكثر تعقيدا، هنالك مدينة هي وليس يعني وليس كلام عاطفي، هي بالفعل قلب لبنان، وللأسف يعني أصيب لبنان بمقتله اليوم. بيروت مدينة منكوبة يعني مدمرة، أصابها الدمار، المباني يعني المباني تساوت في الأرض، من يعني من أهم الأحياء في بيروت ومن أجمل الأحياء في بيروت هي أصبحت يعني أصبحت شبيهة بمدينة الأشباح. ما حصل هو كارثة على الصعيد، أولا على الصعيد الضحايا، إلى اليوم مئات المفقودين، لا يعني هنالك أسماء غير معلومة يعني كما تعلمي. نعم. القصة أبعد من موضوع اقتصادي ومالي، هنالك أيضا إلى اليوم لا نعلم إذا كان هو اعتداء إسرائيلي أو عمل تخريبي من الداخل أو مدى مسؤولية أهل السلطة بالتفلت من الرقابة والفساد. يعني من هو صاحب نظرية بوضع 2750 طن من المواد الأشد يعني من المواد الأكثر اشتعالا والأشد ضررا بين منطقة إلى حد ما سكنية؟ يعني مرفأ بيروت كما تعلمي مساحة لبنان هي مساحة صغيرة، ومرفأ بيروت محاط بالأحياء السكنية. يعني هول الصدمة قد لا يعني سرد الواقع قد لا يكفي بنقل الصورة الحقيقية لما يحصل اليوم. قلوبنا من القاهرة معكم سيدة محاسن، بشكرك شكرا جزيلا، الكاتبة الصحفية عبر سكايب من لبنان، أستاذة محاسن مرسل المتخصصة في الشأن الاقتصادي. دكتور زياد، خليني أرجع لحضرتك مرة أخرى، هل نحن الآن بنتكلم عن طريقنا إلى الوصول إلى مشهد حافة الهاوية في لبنان، أم يعني يمكن الدعم الدولي والعربي والإقليمي أن يعني أن تدعم أو إنقاذ أو تنقذ ما يمكن إنقاذه في لبنان؟ أعتقد أن مصطلح حافة الهوية لسه بدري عليه شوية علشان نقول أن احنا وصلنا له، لأن احنا لسه ما شفناش تفاعل القوى السياسية في الداخل اللبناني هتكون عاملة إزاي، ودي هتظهر يمكن على مدار الخمس أو ست أيام الجايين. مسألة الدعم الدولي والإقليمي آتي لا محالة، احتمال كبير جدا أن هو يعني نجاح الحكومة في الإتيان بهذا الدعم يكون سند لها في الفترة القادمة، وإن كنت شايف أنه إحنا مش وصلنا لحافة الهوية، ولكن عمر هذه الحكومة بات قصيرا جدا بعد ما حدث وبعد الغضب المتوقع من الشارع اللبناني. طب أنا بس حابة أعرف من حضرتك، هل دلوقتي المخاوف من غضب الشارع المتزايد اللي أصلا كان موجود قبل هذا التفجير،
ولا الحكومة والمقامات السياسية اللي دائما بيكون صعب على أي حد بره بيروت إنه يفهمها بشكل كبير، الكتل المختلفة، الحكومة اللبنانية، المخاوف هنا أساسها فين، ولا التدخلات الدولية اللي بطبيعة الحال أكيد هيكون ليها وجود أكبر في المشهد السياسي اللبناني؟ شوفي، يعني لبنان طول عمرها كده اسمها constitutional democracy، ديمقراطية توافقية. المشاكل قائمة ما بين الكيانات السياسية في لبنان منذ أن عرفت لبنان السياسة، ولكن الأزمة الموجودة في الشارع اللبناني مؤخرا هي فكرة سوء الإدارة، وهذا التفجير يدل على ضعف شديد في قدرة الحكومة على الإدارة، وبالتالي هو ده اللي هيتضخم او هيحرك الشارع او هيسبب حراك سياسي في الفتره اللي جايه. ولكن صراع التيارات السياسيه المختلفه دائما ما هو موجود وهيفضل طول عمره موجود جوه لبنان. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور على وجودك معنا عبر لايف يو. كان معي دكتور زياد عقل الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا لك دكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، أكون بعد هذا الفاصل في انتظار حضراتكم لمواصلة هذه التغطية الخاصة في لبنان. من جديد أهلا بحضراتكم. وفي إطار هذه التغطية لانفجار مرفأ بيروت، زادت التكهنات حول استمرار الحكومة اللبنانية بسبب الصعوبات التي تزيد يوما بعد يوم. سيناريوهات كثيرة للوضع الاقتصادي والسياسي اللي تسببت في خروج التظاهرات ضد الحكومة الحالية، خصوصا بعد انفجار المرفأ والشارع زاد غضبا عن ما قبل. الحديث عن هذه السيناريوهات ينضم إلينا عبر لايف يو الكاتب الصحفي أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام. أهلا بحضرتك أستاذ أشرف. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ لمى، وأهلا بكافة المشاهدين. إلى أي مدى تسبب الانفجار في تعميق الجرح اللبناني الذي كان أصلا موجود منذ شهور؟ بالتأكيد هذا الانفجار تسبب في تعميق الجرح اللبناني، لكن لن نرى نتائج هذا التعميق اليوم أو غدا، لأنه الشعب اللبناني يعيش في هذه اللحظات إحساس الصدمة، إحساس الشخص الذي لا يصدق ما حدث، وإحساس آخر هو أنه العدد الهائل من الذين شردوا بسبب هذا الانفجار مشغولين في هذه اللحظة بأنفسهم، مشغولين بالبحث عن مأوى، مشغولين بالترميم إذا كان الخسائر بسيطة، لكن على المدى المتوسط والطويل سيترك هذا الانفجار أثرا عميقا ولن يكون له علاج مع بقاء المشهد السياسي اللبناني الحالي. المشهد اللبناني الحالي هو مشهد حكم عليه بالموت نهائيا، لأنه لا أعتقد أن الشعب سيرضى أو سيقبل باستمرار حسان دياب وحكومته، باستمرار هيمنة حزب الله على المنشآت الحيوية مثل مرفأ بيروت ومطار بيروت. طب خليني أسألك وأماكن يا أستاذ أخرى، ألا ذلك سيضعنا مرة أخرى في فراغ دستوري أو في فراغ سياسي في المشهد السياسي اللبناني، وده متكرر بشكل كبير؟ نقطة تانية، هل هناك أطراف لبنانية مستفيدة من هذا الحادث برأيك؟ يعني أولا ما يسمى بالفراغ الدستوري والفراغ السياسي وجود الحكومة مثل عدمها، ووجود المشهد السياسي الحالي مثل عدمه. لبنان يعني تحول إلى دولة فاشلة، دولة على شفا الانهيار الاقتصادي، وها هو الانفجار الجديد الذي تبلغ خسائره المادية المباشرة ما يقرب ل 15 مليار دولار كما يقول المحافظ، ولكن محافظ بيروت، ولكن الخسائر الحقيقية أكبر من ذلك بكثير، والخسائر النفسية أكبر من ذلك بكثير، وربما يؤدي هذا
يعني بعد ربما أيام أو أسابيع إلى عودة الحراك للشارع بمنتهى القوة. لكن للأسف الشديد المشهد لن يتغير بسهولة، لأنه حزب الله يسيطر على الشارع اللبناني بقوة السلاح وعلى المشهد السياسي بقوة السلاح. وقد رأينا هذا في اتجاه التحقيق. التحقيق الآن ماذا يقول؟ يقول يعني يضع تحت الإقامة الجبرية كل من أداره الجمارك يعني والمرفأ خلال السنوات الماضية. الكثير من الأصوات اللبنانية تحديدا بتشير إلى أنه هناك تأخير بشكل كبير جدا في أي قرارات تؤخذ. حتى الآن ما فيش حد عنده معلومة واضحة وحقيقية حول السبب وراء هذا الحادث. ما زلنا في انتظار تحقيق. اللي في بعض الأصوات في الحكومة تنادي بأنه يكون تحقيق لبناني خالص، عدم التوجه لأي جهة دولية على غرار مثلا قضية الحريري. فرأيك إيه في هذه النقطة؟ يعني أنا كنت أريد أن أقول أنه اتجاه التحقيق حتى الآن اتجاه خاطئ، لأنه الناس تريد أن تعرف سبب حدوث هذا الانفجار وليس سبب تخزين مادة نترات الأمونيا في مطار بيروت، في مرفأ بيروت. التحقيق الآن يتحدث عن من خزن هذه المادة وليس من تسبب في هذا الانفجار، لأنه كافة التقارير وكافة الخبراء يقولون أن هذه مادة لا تنفجر وحدها، وإنما لابد من مادة متفجرة قوية أخرى مثل C4 أو غيره. وأيضا كل التحقيقات السابقة تشير إلى أن حزب الله هو الذي يضع يده على هذه المادة، وهذه المادة يعتبرها سلاح استراتيجي. وسبق ضبط يعني أشخاص من حزب الله يحاولون تهريب مادة نترات الأمونيا إلى لبنان لتصنيع المتفجرات بها. وبالتالي فالمشهد حتى الآن هو مشهد عبثي. تحديد 5 أيام للتوصل لنتائج تحقيق ليس كافي. طب. مسألة تحقيق داخلي هذا معناه أنه تحقيق تحت السيطرة سيسير في الاتجاه الذي يريده من يريدون نتيجة محددة وليس الحقيقة. وهناك مطالب لبنانية ومطالب فرنسا ستجري أيضا تحقيق أستاذ أشرف، نظرا لوجود عدد من الفرنسيين وقعوا خلال هذا الحادث. ماشي خلاص. هرجع لحضرتك أستاذ أشرف في هذه النقطة تحديدا، ولكن لو تتفضل بالبقاء معي عبر سكايب أستاذ الدكتور غسان الشماس المستشار المالي وخبير التصنيف اللبناني عبر سكايب من بيروت. دكتور غسان أهلا بك معنا على أكسترا نيوز من القاهرة. حجم الخسائر التي تكبدها لبنان بسبب هذا التفجير برأيك هل يمكن تقييمه نظرا لوجود طبعا خسائر بشكل مباشر وخسائر غير مباشرة؟ مساء الخير، شكرا على استضافتي. طبعا في تقييم أولي، أنا بعتقد أنه أضرار المرفأ بحد ذاتها لإعادة إعماره أو ترميمه قد تأخذ بين 3 أشهر و6 أشهر، وممكن تكلف بحدود 4 إلى 6 مليار دولار. أما الخسائر المباشرة وغير المباشرة يلي تمت لمدينة بيروت وللاقتصاد مدينة بيروت من خلال اللي صار من أردرة تقريبا ب10 مليار دولار، أنا بكل يعني بقدر أكد أنه الخسائر قد تتجاوز 15 مليار دولار. نقطة متعلقة بالمساعدات التي ربما تصل وستصل للبنان في المرحلة القادمة، هل هي مساعدات دكتور برأيك ومن خلال رؤيتك، هل هي مساعدات متعلقة بالأزمة اللبنانية ككل التي الاقتصاد اللبناني طبعا في أسوأ أوضاعه في هذه الفترة على أي حال، أم ترتبط برأيك المساعدات فقط بهذا الحادث وبعد ذلك نستكمل مسألة انهيار الاقتصاد اللبناني بعيدا عن حادث المرفأ؟ أنا بدي أفصل إعادة إحياء أو بناء أو الاقتصاد اللبناني عن اللي صار. هلأ المساعدات يلي نحن عم نتلقاها من شتى أنحاء العالم ومشكورين جميعا، هي مساعدات عينية
العلاقة تماما باللي صار من مساعدات طبية لمساعدات غذائية لمستشفيات ميدانية وطبعا لفرق بحث وفرق أنقاذ وما إلى ما. أما الخبر اللي صار بعتبره أنا اليوم يلي كان خبر من تقريبا ساعة هو إنه البنك الدولي وافق على المساعدة والتعاون بإعادة إعمار مرفق بيروت. نحن إعادة إعمار مرفق بيروت هو أهم مساعدة ممكن نحصل عليها اليوم لأنه هذا هو المرفق الحيوي الوحيد تقريبا الذي من خلاله منصدر ومستورد 80-90% من بضائعنا اللي بتفوت أو بتخرج من البلد. وهلأ بهالوضع مشلول. هلأ الحمد لله في عنا ثلاث مرافق بحرية أخرى، طرابلس، عنا جوني، عنا في الجنوب صيدا، ولكن يعني قيمتها أو حجمها الاستيعابي قد يكون بين 20% وما فوق، وممكن أن هلأ بهالمرحلة أن نزيدها. أما نحن فنحن بحاجة لإعادة إعمار وترميم وصياغة إذا بدك منطقة مرفق بيروت كلها. طيب خليني أسأل حضرتك بما فيها إهراءات القمح يعني إحنا فقدناها. إهراءات بتسع 120,000 طن تقريبا total destruction. وهون بعتقد أنا نحن بحاجة إلى أن دكتور خليني أسأل حضرتك، اليوم الحكومة خرجت ببعض القرارات منها فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم الوضع الحالي، التعويضات ودعم المستشفيات، تعليقك على هذا الرقم؟ أنا برأيي أي نوع من اعتماد اليوم يفتح إذا كان من قبل الدولة ومطلوب أكثر أو من قبل المساعدات أو دول المانحة أو الصديقة لمساعدة لبنان هي شغلة كتير مهمة. هلأ طبعا 100 مليار ليرة ما بتحل طبعا ما يعني ممكن انها كثير تساعد، ولكن انا بنتظر انه بده يكون في عده اعتمادات لاحقه. هلا المستشفيات بحاجه لمواد اوليه، بحاجه لادويه، بحاجه لمواد اسعافات، طبعا الاطباء بيعرفوا اكثر، لذلك هيدا الاعتماد فينا نعتبره ايمرجنسي، يعني كان بشكل سريع جدا لا تغطية الحاجة السريعة. أما هل هذا كافي؟ كلا طبعا. خليني أسألك دكتور عن الإجراءات التي ترى أنه على الحكومة اللبنانية اتخاذها لمعالجة ومحاولة تخفيف تداعيات الأزمة. نتحدث عن مليارات، نتحدث عن مئات من المواطنين الآن بلا مأوى، المنطقة كما تم وصفها من قبل اللبنانيون أنها منطقة بها الكثير من المكاتب أو الأشغال إلى جانب طبعا الأماكن السكنية، يعني كارثة كبيرة نظرا أيضا الصوامع القمح. برأيك هل هناك يمكن وضع خطة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه اقتصاديا في المرحلة القادمة؟ أنا بعتقد حضرتك تفضلت وقلت الكلمة الملكية بكل هالموضوع، بدنا خطة. نحن بحاجة إلى خطة. لحد هلأ لا نجد خطة متكاملة للمضي قدما، اولا بمعالجه الازمه الانيه من رفع انقاض و يعني الحل السريع للي مطلوب الان، وشو هي خطه التعافي. لكن انا معلوماتي هلا بتقول انه بلشنا نفتش او نبحث عن اهراءات او صوامع حسب ما حضرتك بتقوليها بديله بمرافق بحريه بلبنان وفي مستودعات خارج حرم المرافق. وهيدا قد يكون حل بالنسبة لتخزين الحبوب ومنها القمح لصناعة الخبز والطحين. أما شو الخطة الإنقاذية، أنا بعتبر أنه نحن بحاجة لخطة اقتصادية. طبعا أنا بحكي بالشكل الاقتصادي والمالي، نحن بحاجة لخطة اقتصادية ليس فقط للنهوض ببيروت التي أعلنت اليوم مدينة منكوبة، أما ولكن للنهوض بالوطن بحد ذاته بعد أن تعثر لبنان عن سداد ديونه، بعد أن عشنا ولا نزال ثورة على الوضع الراهن، بعد الكوفيد 19 وأتتنا الآن هذه الكارثة الفظيعة. فيعني يجب أولا على الدول المانحة والصديقة والمساعدة وعلى الـ IMF
أن يغيروا النظرة. طبعاً نحن من ناحيتنا نحن لازم نبلش بإصلاحات جدية وحثيثة، ويجب وضع خطة. أنا لا أجد خطة لحد الآن. لو تتفضل بالبقاء معي دكتور أو مرة أخرى لضيفي من القاهرة أستاذ أشرف. أستاذ أشرف، خليني أسألك بالأداء الحالي، هل تتوقع استمرار الحكومة الحالية مع معطيات غضب الشارع المتزايد؟ يعني بالتأكيد الحكومة الحالية لن يكون عمرها طويلا، ولكن لا أعتقد أنه في هذه الأيام في ظل هذه الكارثة ستكون هناك فرصة لأي طرف لتغيير الحكومة، خاصة أنه تغيير الحكومة في لبنان كما نعلم يتطلب الكثير من التعقيدات والتوافقات والمشاركات الطائفية، ولابد أن يكون رئيس الوزراء سني، ويكون رئيس الأركان ماروني، وبالتالي الحكومة تغييرها بالتعقيد الموجود في لبنان في هذه الأيام صعب. الآن هو عمل طارئ، لابد أن تعمل الحكومة ليل نهار من أجل يعني التخفيف من أثر هذه النكبة. دعيني أذكرك أنه رفع الأنقاض سيستمر ربما الأسابيع، العثور على مزيد من الضحايا سيستمر ربما الأسابيع، التحقيقات الحقيقية ستستمر أسابيع وليس يوم أو يومين. الفرق الغاثة الدولية التي بدأت تذهب تصل إلى بيروت والتي وصلت ستعمل لفترة طويلة، كل هذا سيكون في وجود هذه الحكومة. أما مسألة تغييرها وهو كان أمر حتى مطلوب من قبل هذه الكارثة، فسيأخذ وقت، ويعني ربما يحتاج إلى تدخلات ووساطات دولية حتى تتم الأمور بسرعة ولا نرى التأزم الذي عاشته عملية تشكيل حكومة حسان دياب وما شابه قبلها من يعني مشاورات كانت مشبوهة في أحيان كثيرة وأحيان كثيرة مضللة، ويوما يقولون أن الحريري هو الذي سيشكل الحكومة، ويوم آخر يقولون أنه سيأتي رئيس وزراء وحكومة تكنوقراط، ثم جاءت هذه الحكومة. إذن مسألة بقاء هذه الحكومة ستبقى ربما لعدة أشهر، لكنها في النهاية ستذهب وربما لن تترك أثرا طيبا، لأنه الكارثة والتدهور الاقتصادي في عهدها أكبر مما يحتمله عقل اللبنانيين وأكبر مما تحتمل قدرتهم على التسامح مع الأخطاء. طيب أعود لضيفي من بيروت دكتور غسان. دكتور غسان، إعلان بيروت مدينة منكوبة، هل له تداعيات اقتصادية دولية؟ هل يغير النظر اقتصاديا لبيروت؟ عفوا، أنا الجزء الثاني من السؤال ما قدرت أسمعه مزبوط. نعم، كنت أسألك عن إعلان مدينة بيروت مدينة منكوبة، هل له تداعيات اقتصادية دولية على بيروت، على لبنان طبعا، هل يغير النظرة العالمية اقتصاديا لبيروت؟ نعم، لأن إعلان بيروت مدينة منكوبة يعني يفتح المجال أمام المساعدات العينية والمساعدات النقدية لإزالة النكبة عن بيروت. فأنت بتكوني أولاً حصرتي الهدف المساعدات برفع النكبة وإذا بدك عناء المصيبة عن بيروت بإعلانها مدينة منكوبة، وبالتالي بتفتحي مجال لمساعدات غير ذات طابع سياسي أو غير ذات طابع جيوستراتيجي. اليوم عفواً بعض الدول أو الهيئات المانحة تقول لا، نحن بحاجة لأن نتأكد من حياة لبنان مثلا لحتى نقدر نساعده، أو بحاجة لخطة إنقاذية اقتصادية متكاملة ما عم بيصير مع الIMF. أما عندما تعلن مدينة منكوبة فتكون المساعدات موجهة لرفع هذا الضيم وهذا العناء عن المدينة بالذات. شكرا لحضرتك دكتور غسان شماس، المستشار المالي وخبير التصنيف اللبناني، كان معنا عبر سكايب من بيروت. اعود لضيفي الكريم الكاتب الصحفي استاذ اشرف ابو الهول. استاذ اشرف، خليني اسال حضرتك، هل المواقف السياسيه بدات تطفو على السطح
بخصوص انفجار بيروت أم أنه المواقف ما زالت غير واضحة؟ لا يعني بالتأكيد المواقف السياسية بدأت تطفو على السطح، واليوم رؤساء وزراء لبنان السابقين عقدوا اجتماعا وأصدره بيانا. هذا البيان قرأ بواسطة رئيس الوزراء الأسبق فؤاد الصنيورة، وكان فيه لوم شديد للحكومة الحالية ولأداء الحكومة الحالية، خاصة أنه الاتجاه في الحكومة الحالية لتحميل مسؤولية الانفجار للحكومات السابقة، على أساس أنه شحنة نترات الأمونيا موجودة في مرفأ بيروت منذ عام 2013، وبالتالي هناك كلام واضح عن أنه لابد من محاسبة كل رؤساء الوزراء وكل مسؤول الجمارك وكل مسؤول المرفأ وكل وزراء النقل والأشغال وما إلى ذلك خلال السنوات التي مضت، في حين أن يعني أن الأمور حدثت في عهد حكومة حسن دياب. إذن سنجد كثير من يعني التلاسنات السياسية بدأت تظهر وستظهر، والشارع سيبدأ في الحراك. ولكن كما قلت اليومين الأوليين هما يومي صدمة وحزن. طب أخذ من سؤال من إجابة حضرتك والرد. أستاذ أشرف، يعني حضرتك ذكرت أنه ما حدث هي مسؤولية حسان دياب، النقطة أنه يعني كما خرج عن المعلومات في لبنان أنه هذه الشحنة موجودة في مرفأ لبنان منذ 2014، إذن هي مسؤولية من؟ الحكومة الحالية أم الحكومات المتتالية منذ 2014؟ من يحاسب هنا؟ يعني التحقيقات يجب أن تكون موسعة وتفصيلية، لأنه هناك يعني تقارير خرجت من لبنان تقول أن مسؤولين في الحكومات السابقة طالبوا بالتخلص من هذه الشحنة، من بتسليمها إلى الجيش اللبناني أو بإخراجها من المطار، ولكن جهات أخرى وقفت في طريق هذه العملية. إذن المسألة ستحتاج إلى تحقيقات، هل هي مسؤولية حكومة أو مسؤولية شخص بعينه أو مسؤولية جهات متنفذة؟ هذا ما يجب أن يعني تكشف عنه التحقيقات، علاوة على أنه حكومة حسن دياب لابد أيضا أن تتحمل جزء من المسؤولية، لأنه إذا كانت جاءت بشعار أنها تريد يعني إنقاذ لبنان وإعادة هيكلته، فهي يعني عمرها الآن شهور، هذه الشهور كان بإمكانها أن تتابع الوضع في مرفأ بيروت وتقول لتبقى هذه الشحنة أو لتذهب. هذه الشحنة من الضخامة بحيث أنها لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن تخزن في وسط منطقة سكنية، أن تخزن في مرفأ يستخدم بشكل يومي ويمر عليه الآلاف يوميا، وربما يعني ربنا ستر يعني مع اللبنانيين، لأنه كان من الممكن إذا انفجرت هذه الشحنة ظهرا أو نهارا لكانت كما تقول التقارير الضحايا القتلى بالآلاف فورا، حيث يكون المرفأ مكتظ بالزائرين وبالمتعاملين بالآلاف نهارا، لكنه الانفجار جاء يعني ليلا أو بعد المغرب بتوقيتنا، وبالتالي فكانت الخسائر أقل. أي مسؤول تورط في هذا، منع نقل هذه الشحنة، يجب أن يتحمل المسؤولية سواء الحكومات السابقة أو الحالية، وألا يكون هناك تحميل لجهة واحدة فقط. أسألك أستاذ أشرف، عادة ما يتأثر لبنان بكل ما يحدث في الإقليم ويكون مسرح لكل ما يحدث في الإقليم من حوله، هل هذه المرة يتأثر الإقليم بما حدث في لبنان؟ بالتأكيد هذه المرة سيتأثر الإقليم بما حدث في لبنان، لأنه أولا لبنان جزء أساسي في الإقليم. لبنان يعني الاضطرابات فيه تؤدي إلى ردود فعل خارجه. يكفى أن لبنان يستوعب مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، مع ازدياد يعني
حالة التردي الاقتصادي وحالة الضياع بعد مثل هذه الكارثة. هناك عمالة عربية وأجنبية بمئات الآلاف في لبنان، هؤلاء تأثروا بالأزمة الاقتصادية، والآن بعد هذه الكارثة يعني بالتأكيد معظمهم سيرحل. الحالة اليأس التي ستدبت أو تدب في الشارع اللبناني يمكن أن تنعكس على مزيد من التطرف، مزيد من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، مزيد من الكراهية للآخرين بزعم أن الآخرين هم سبب كل كوارث لبنان وكوارث المنطقة وكوارث المسلمين، وبالتالي فكل شيء يحدث في المنطقة تتأثر به لبنان، واليوم فإن ما يحدث في لبنان يؤثر في المنطقة ويؤثر في يعني الشعور العربي العام والشعور القومي والشعور الإسلامي وكل ما يمكن أن يربطنا ببعضنا البعض. حين لبنان بلد وقع في به الكثير من الأزمات مرورا بالتاريخ الحديث، الحرب الأهلية، أزمة 2006، اغتيال الحريري، هل تبعات الوضع الحالي ليس فقط التفجير ولكن من قبل الأزمة الاقتصادية، الأزمة السياسية التي طفت على السطح، هل يمكن أن تشبه تبعات أي من هذه الحوادث السابقة، أم أن الحوادث السابقة كانت بها سمات سياسية أكثر يا أستاذ أشرف من الحادثة الحالية؟ هو كل حادثة مرت بها لبنان كان لها سماتها الخاصة وكان لها سماتها السياسية، لكن الآن هذه الحادثة جاءت في وقت لبنان يئن فيه، الاقتصاد اللبناني على شفا الانهيار، الفقر تراجع يعني ازداد بشكل كبير جدا، ارتفعت الأسعار، الناس لا يستطيعون أن يسحبون ودائعهم من البنوك اللبنانية، الليرة انخفضت بشكل غير معقول، كل هذا وضع اللبناني في وضع شديد الصعوبة، وجاء انفجار الأمس ليزيد الضغوط عليه بشكل كبير. هناك بعض اللبنانيين الذين عاشوا فترة الحرب الأهلية على مدى 15 عاما يقولون أن الانفجار والخسائر التي نجمت عنه أمس تفوق ما حدث في الحرب الأهلية على مدى 15 عاما. يعني أنا واحد من الناس الذين زرت لبنان في فترة الحرب الأهلية ونهايتها وبعدها، شكل الدمار الذي رأيته لا يقارن بما رأيته على الفضائيات أمس واليوم. كان الدمار مهما كان لم يكن بهذا الحجم وبهذه الفداحة والتأثير النفسي. هل يعقل إنه انفجار في بلد يعني يعاني يسمع صوته على بعد 250 كيلو في قبرص؟ مرصد الزلازل في الأردن يقول أنه رصد انفجار بقوة زلزال 4.5 ريختر. إذن هذا الانفجار وحده كفيل بتدمير الروح المعنوية للبنانيين، تدمير روح التعاون، أن يزيد مآسيهم ومشاكلهم ويجعل الأمور أكثر تعقيدا في الفترة المقبلة، ويجعل يعني الصدام الداخلي، الصدام الطائفي، الصدام السياسي أكبر بكثير، لأنه أي نتيجة للتحقيقات معظم الناس لن يقتنعوا بها وسيظلوا دائما يبحثوا عن فاعل بشكل متعمد. طب فيما يتعلق بالفاعل، هل حضرتك مقتنع بأنه فقط خطأ في التخزين أو عدم أخذ الإجراءات الاحترازية أو شكل من أشكال الفساد الداخلي في لبنان، أم في البعض يعني يرجح نظرية المؤامرة إنه لا هذا بفعل فاعل؟ كيف تنظر أنت لهذه المسألة؟ يعني أنا بالتأكيد لا أظن أن مادة نترات الأمونيوم شديدة الخطورة توضع في مخازن دون أن يعي من يقومون على هذه المخازن أنها شديدة الخطورة، ودون أن يتخذوا إجراءاتهم الوقائية
وخاصة أنه كافة الخبراء قالوا أن هذه المادة لا تنفجر إلا إذا أضيفت عليها مادة أخرى شديدة الانفجار مثل السيفور، أو إذا اشتعل بجانبها حريق شديد جدا، وبالتالي فتظل نظرية المؤامرة موجودة بشكل أو بآخر. هل هناك طرف داخلي؟ هل هناك طرف خارجي؟ أم أنه كانت هناك محاولات لاستغلال هذه المادة من طرف أو آخر فحاول أن يجرب عليها في المكان أو في مكان مجاور فحدث الانفجار؟ بشأن كل ذلك كان لترامب بالأمس التحقيق ولا يمكن تصريحات أستاذ أشرف أولية بأنه بعض العسكريين الأمريكيين أشاروا إلى أن ما حدث أو ما وقع ليس بمحض صدفة أو سوء تخزين، وبعد ذلك كانت هناك أو كان هناك شكل من أشكال النفي من قبل بعض العسكريين الأمريكيين الذين أشاروا أنه يعني كما صرحت الحكومة اللبنانية حتى الآن أنه سوء تخزين أو سوء إدارة لهذا المرفأ. الآن هناك خبر عاجل أن كبير موظفي البيت الأبيض أشار إلى أن تصريحات ترامب بشأن انفجار بيروت تتوافق مع تقارير استخباراتية حصل عليها ترامب عقب الانفجار. يعني بالتأكيد أنا بالفعل انتبهت كثيرا لتصريحات ترامب أمس، ورأيت أنها تتوافق بالفعل مع ما قاله الخبراء عن مادة السيفور، مادة نترات الأمونيا، أنه هذه المادة لا يمكن أن تنفجر إلا باحتكاكها بمادة شديدة التفجير وليست مادة عادية، ليس حريق عادي في مكان قريب يمكن أن يفجرها. علاوة على أنه الكمية التي كانت موجودة كانت هائلة، وبالتالي فهذه الكمية حتى تنفجر وتتحرك بهذا الشكل الكارثي كان لابد أن يكون بجوارها تفجير قوي لمادة أخرى، أو كما قلت ربما كانت هناك محاولة لاستغلالها بشكل سيء. لكن مجرد حريق عادي أو مجرد يعني هجوم عادي يمكن أن يحدث بإطلاق طلقات نارية أو غيره، لا أعتقد أنه يمكن أن يفجر هذه القنبلة النووية فعلا، لأنها بالفعل تأثيرها تأثير قنبلة نووية، وشكل الدخان الذي خرج منها يعني شكل الفطر الذي خرج منها هذا الشكل لا يخرج إلا من التفجيرات النووية، وهو دليل على يعني كمية المتفجرات الضخمة، كمية الأمونيا الضخمة، علاوة على المادة التي فجرتها. وبالتالي أعتقد أيضا أنه هذا الاحتمال يظل الأقوى، أن هناك يعني ليس سوء تخزين بقدر ما هو سوء إدارة أو محاولة بشكل أو بآخر لاستغلالها لتصنيع منها أسلحة لعمل أي شيء، أو ربما كانت عملية خبيثة لتفجيرها في مكانها. السؤالي الأخير لحضرتك أستاذ أشرف، سيناريوهات برأيك القادمة كيف سينعكس ما حدث بالأمس على المشهد السياسي، على الطوائف السياسية في لبنان التي هي أصلا غير مستقرة في الفترة الحالية؟ ببساطة شديدة جدا ستزداد لبنان اضطرابا وستزداد مشاكلها، لأنه التركيبة الطائفية والتركيبة السياسية لبنان هي تركيبة متجذرة، تركيبة لا يمكن لأحد من مكوناتها أن يتنازل طوعا عن امتيازاته، لا يمكن لأحد يمتلك السلطة أن يتركها. لبنان معروف كل منطقة هناك عائلة أو طائفة تديرها، ولعلنا نذكر ما حدث منذ 3 أعوام تقريبا عندما تحولت لبنان إلى مقلب زبالة، مقلب قمامة كبير، عندما كانت كل طائفة وكل منطقة ترفض إقامة مقالب زبالة فيها، فردمت البحيرات والترع والشوارع الرئيسية بالقمامة، وكان هذا منظر لا يناسب لبنان، وكان السبب في هذا هو الطائفية، هو التجبر، هو أن تقول كل طائفة لا أريد إقامة مكب في منطقتي.
وأعتقد أن الفترة القادمة ستكون بنفس الشكل، كل طرف سيرفض التخلي عن يعني امتيازاته. وحتى عندما يعني لبنان الآن يأمل في مساعدات دولية، يأمل في معونات لتساعده، لكن هذه المعونات والمساعدات أيضا ستكون محدودة ومرهونة بالتغيير، وهذا لن يحدث. وإذا كان البعض يأمل أنه العالم سينقذ لبنان اقتصاديا، هذا لن يحدث. لأننا كما نتابع في كل مؤتمرات الدعم للدول لم تفي معظم الدول بما تعهدت به، أو حتى مسألة إعادة الإعمار. صحيح صحيح أستاذ أشرف، يعني وإعادة الإعمار وغيره. نعم، أخيرا بشكر حضرتك. نعم، شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام. مشاهدينا الكرام، كانت هذه حلقة خاصة وتغطية خاصة لما حدث بالأمس في بيروت. وأخيرا هنا بيروت من القاهرة، إلى اللقاء.